بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة: باب في الصيام. قال: ومن أصبح جنبا ولم يتطهر، أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسلا إلا بعد الفجر، أجزأهما صوم ذلك اليوم. وهذا آخر ما توقفنا عنده. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر، ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا، واليوم الرابع لا يصومه المتطوع، ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك. أشار هنا إلى بعض أنواع الصوم. الصوم في الجملة على قسمين: صوم واجب وصوم متطوع. صوم واجب وصوم تطوع. والصوم الواجب على قسمين: واجب بإيجاب الله تبارك وتعالى، وواجب بسبب آخر. الذي أوجبه الله جل وعلا بوقت مقيد رمضان، الذي يجب بسبب آخر، إما أن يوجبه المكلف على نفسه وهذا النذر، أو بسبب آخر من الكفارات كقتل الخطأ إذا عجز عن الرقبة أو الظهار وغيرها، فهذا صوم الكفارات. صوم التطوع وهو النافلة، وهذا فإذا الصوم الآخر واجب. صوم التطوع هو النافلة، وهذا أقسام: صوم مستحب وصوم منهي عنه، والمنهي عنه منه الحرام ومنه المكروه، منه المتفق عليه ومنه المختلف فيه. فهنا أشار إلى ما اتفقوا عليه، قال: ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر، هذان اليومان حرام صومهما. وجاء هذا في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خطب بذلك عمر الخطاب على المنبر وقال: هذان يومان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. وكذلك خطب عثمان وبذلك وعلي بن أبي طالب، وجاء عن ابن عمر وعن عائشة وعن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري وغيره من الصحابة الكرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين: يوم تفطرون من صيامكم، ويوم تنحرون ضحاياكم. فهذان يومين يحرم صومهما، لا يجوز، ومن صامهما أثم ولا يكون عليه له شيء، ويجب عليه أن يفطر ولو نذرهما. قال: إنسان نذر اليوم الذي يتحقق في كذا يصوم من غد، فتحقق له الأمر آخر يوم رمضان، الغد أول شوال، لا يجوز أن يصوم. أو تحقق له يوم 9 ذي الحجة، يقول: يوم الذي بعد أصوم، يعني نذر هذا معين، لا يجوز أن يصوم. فيوم الفطر يوم الأضحى لا يجوز صومهما، وهذا محل اتفاق، وإنما خالف الأحناف في هذه المسألة، ليس هذا موضوعه. فلا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر، ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد الهدي. بعد يوم النحر عندنا أيام التشريق، عندنا أيام التشريق، وأيام العيد اختلف في أهل العلم. المذهب عند مالك أن أيام العيد ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده، يوم النحر ويومان بعده، هذه أيام العيد. ولهذا فالمذهب أنه لا يجوز صيام يوم النحر ولا اليومين بعد النحر، لأنهما من العيد. إذن ننبه إلى أمر قبل أن نتم الكلام. عندنا الأيام المعلومات، وهي العشر الأول من ذي الحجة، وعندنا الأيام المعدودات، وهي
يوم العيد وأيام التشريق. فمن أول ذي الحجة إلى التاسع هذه أيام معلومات، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام معدودات، واليوم العاشر من المعلومات والمعدودات، ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام. هذه أيام معلومات هي العاشر من الحجة. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تأخر فلا إثم عليه، فمن تعجل فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الأيام المعدودات يوم النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، أربعة أيام. المعلومات العاشر من ذي الحجة، صار يوم النحر من المعلومات ومن المعدودات. أيام التشريق هي ثلاث أيام بعد العيد، 11 و12 و13 وعيد. من أول ذي الحجة إلى التاسع من المعلومات، العاشر من الأيام المعلومات والمعدودات، 11 و12 و13 من الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق، وهي أيام التشريق. أيام التشريق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وقال هي أيام أكل وشرب، وفي رواية وذكر لله سبحانه وتعالى. في المذهب عند مالك أن أيام العيد ثلاثة، يوم النحر ويومين بعدها، وافقه بعض الفقهاء. وعند غيره أيام العيد أربعة، يوم النحر واليوم وثلاث أيام بعده، 11 12 13. فلما كان المذهب عند مالك أيام النحر ثلاثة، أيام العيد ثلاثة، يوم النحر ويومين بعده، وجاء النهي عن صيام يوم العيد، فألحق بهما اليومان بعده، فلا يجوز صيام الحادي عشر والثاني عشر إلا للمتمتع الذي لا يجد هديا، ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا. شكون المتمتع؟ الذي يذهب للحج، صلى الله تبارك وتعالى ييسر لنا العام الحج إن شاء الله، يذهب للحج، يدخل بعمرة في أيام أشهر الحج، يعني من شوال ذو القعدة ذو الحجة قبل يوم عرفة، يسوي العمرة، يفعل العمرة ويتحلل ثم يحج من عامه. والمتمتع له شروط ليس هذا محل ذكرها، ويحج من عامه، هذا متمتع. هذا المتمتع يلزمه هدي، يجب عليه يشتري شاة أو أن يشارك غيره في بقرة أو إبل، ناقة، جمل، يشترك فيه السبعة ويذبحه، كما قال جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد إلى أن قال فمن لم يجد في قبلها: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أيوه. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. فهذا المتمتع يلزمه الهدي. طيب إذا ما كانش عنده المال باش يشري الهدي، فقال يجوز أن يصوم اليوم 11 و12 فقط. والصحيح أنه يجوز أن يصوم ثلاثة أيام، 11 و12 و13 و أيضا مالك يرى جوازه. لما؟ لأنه جاء عن ابن عمر وعن عائشة أنه ما قال أنه نهي عن صيام أيام التشريق، أو لم يؤذن ولم يرخص في صيام أيام التشريق إلا المتمتع الذي لم يجد الهدي، والذي رخص هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر، وكذلك اليوم الثالث، إلا المتمتع الذي لا يجد الهدي. تفضل. الذي لا يجد الهدي فهذا يجوز أن يصوم. قال: واليوم الرابع لا يصومه متطوع. طيب، ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك. نعم، نتم هذا إن شاء الله بعد الآن. نعم. قال: ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا.
قال واليوم الرابع يعني بالنسبة للعيد وهو اليوم الثالث من أيام التشريق، إذا حسبنا من العيد، العيد الأول الثاني والثالث والرابع، الأحداش والثاني والثلاثة والثالث والثلاثة والرابع. واليوم الرابع لا يصومه متطوع. فإذا فالمذهب وكذلك عليه الجمهور لا يصوم يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيضا لا يصوم. ويجوز لمن كان متمتعا عليه هدي أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لكن الثالث عشر لا يصومه متطوع كالحادي عشر والثاني عشر. ويصومه من نذره، لما قال ويصومه من نذره ففيه إشارة إلى أن الحادي عشر والثاني عشر لا يصومه لا متطوع ولا من نذر إلا المتمتع الذي لم يجد الهدي. ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك، لكن من نذره نذرا معينا، نذرا معينا، لأن النذر أنواع، نذر مطلق ونذر معين، وقد يكون النذر معين لمعين، نذر معين لمعين أو نذر معين لغير معين أو نذر غير معين لمعين أو نذر غير معين لغير معين، واضح؟ فهنا يقصد ومن نذره نذر معينا، يعني النذر المعين لمعين، النذر معين لمعين، أن ينذر إذا تحققت له شيء أن يتصدق أن يصوم بعد تحقق ذلك الشيء يوم واحد أو يومين، أو أن يتصدق بعد ذاك الذي يحصل له بكذا، فهذا معين لمعين، والباقي أمثلته واضحة. ويصومه من نذره أي معينا، إنسان قال إذا حقق الله له أمنية، وإن كان بين قوسين النذر مكروه، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، قال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، يعني الإنسان كشغل يعني يقول الرب سبحانه وتعالى أعطيني أعطيني وأفعل، يعني يا رب تعطيني نصلي صلاة تطوع يعني ولا نصوم ولا نصدق ولا كذا، هذا يستخرج به من البخيل، يعني كأنه لا يتطوع إلا إذا كان أعطاه الله، فالنذر مكروه، لكن إذا وقع الإنسان منه لا بد أن يفي به، لا بد أن يفي به. فإنسان قال لو أنه حقق له شيء فإنه يصوم بعد تحقق المصلحة بعدها بيومين، يصوم تحققت المصلحة يوم العيد 11 12 13 يوم معين، فقال يصومه من نذره، يقصد النذر المعين. أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك، إنسان لزمه صيام متتابع عليه كفارة، بدأ يصوم، بدأ يصوم في ذي القعدة، في ذي القعدة يصوم ذي القعدة متتابع، جاء يوم العيد الأضحى لا بد يفطر، لا بد أن يفطر، طيب يفطر يوم الأضحى وأيضا ماذا ويوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، اليوم الثالث عشر لا يفطر، قال يصوم. إذن فالمذهب النهي عن صيام يوم النحر واليوم الذي بعده واليوم الذي بعده، سواء التطوع سواء النذر وسواء تتابع رمضان، هذا يوم النحر ده كل شيء، اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلا المتمتع الذي لم يجد الهدي، الثالث عشر إلا المتمتع الذي لم يجد الهدي، ولا يجوز صومه تطوعا، ويجوز صومه لمن كان له نذر معين أو كان عليه صيام متتابع، أو كان عليه الصيام المتتابع. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام هذه الأيام، أيام التشريق أيام أكل وشرب، فيوم النحر لا يجوز صومه وأيام التشريق لا يجوز صومه إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي، هذا الذي جاء فيه الرخصة
كما جاء عنهم عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. قال: ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط. هذا هو المذهب، وهذا من أفراد مالك، مما تفرد به مالك. وعندنا في الفقه ما يسمى بالأفراد أو المفردات، في مسائل يتفرد بها فقيه دون غيره. فعندنا مفردات المالكية، من مفرداتهم أن مالكا قال: من نسي في رمضان فأكل أو شرب ناسيا قال لا إثم عليه، لكن يجب أن يقضي. الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة خالفوا، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة وغيره في الصحيحين: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فإن تم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قالوا المالكية قال يتم صومه وأطعمه الله وسقاه، لم يقل ليس عليه قضاء، يعني ليس عليه إثم. عندنا رواية أخرى قال فيها عليه الصلاة والسلام: فلا قضاء عليه. وعندنا الحديث: من غلبه القيء فلا قضاء عليه. فكذلك هذا إذا أكل أو شرب ناسيا على الصحيح، فالمذهب يقول عليه قضاء، لكن الحديث والأقوى وقد اختاره بعض فقهاء المذهب أنه ماذا؟ أنه لا قضاء عليه بدليل الحديث. ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط، والصواب إنما أطعمه الله وسقاه فليس عليه القضاء. قال: وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض. أيضا من أفطر لسبب مرض، أضاف الله تبارك وتعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض إذا مرض جاز له أن يفطر وأن يقضي، جاز له أن يفطر وأن يقضي بعد ذلك. أي نوع مرض؟ المذهب أنه المرض الذي تكون المشقة فيه زائدة عن الحد المعتاد، وليس كل مرض، وإنما المرض الذي تبلغ فيه المشقة زيادة على الحد ويترتب عليه الضرر. وقال بعض الفقهاء: بل هو مطلق المرض ولو كان وجع ضرس أو صداع رأس، وهذا هو ظاهر الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء والصوم أحب إليه. الآن يتكلم على حكم المسافر. قال: ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة، يعني المذهب عندنا السفر البعيد والقصير الذي تتعلق به الأحكام، السفر البعيد هو الذي تقصر فيه الصلاة وفيه أحكام السفر، السفر القصير أو غير البعيد لا تترتب هذه الأحكام. ما هو السفر البعيد؟ الذي يجاوز أربعة برد، والبريد كم؟ أربعة فراسخ، والفرسخ 300 فراسخ 300 يعني 3 × 4 = 12 × 4 = 48 ميل. الميل بين 1.6 kg إلى 1.8 kg، يعني 48 مضروبة في 1.8 kg يجي أكثر من 77 كيلومتر، هم يقولون 8. إذا كان السفر 4 برد فزيادة فهذا سفر في قول جمهور العلماء، وإن كان بعضهم يخالف، لكن في قول الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة أن ما زاد على 4 برد هذا يعد سفرا، يجوز لك أن تفطر ولو لم تصبك المشقة. ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة، يعني ولو لم يتعب، يعني حتى ولو سافر في مركب مريح وما عنده لا ضرورة ولا مشقة يجوز أن يفطر، لأن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. والصحابة قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، لا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن صمت فحسن وإن أفطرت فلا حرج عليك، إلى غير ذلك من أحاديث أو من ألفاظ الحج. فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة. بعض الناس ينكر، إنسان يسافر فيفطر ينكرون عليه، لا تنكر عليه، يجوز له أن يفطر، لكن الخلاف أيهم أفضل. المذهب طيب ماذا يجب عليه إذا سافر وأفطر؟ يجب عليه أن يقضي، والوقت متسع من رمضان بعد رمضان إلى قبل رمضان الثاني،
لأن عائشة قالت إنه كان يكون عليه الصوم رمضان فلا أستطيع أن يقضيه أن أقضيها إلا من شعبه إلا في شعبه فلا يجاوز رمضان وهذا سبق الكلام عليه فإذا يجب عليه القضاء طيب أيهم أفضل قال والصوم أحب إلينا في مذهب مالك الصوم أفضل عند مالك الصوم أفضل وعند الشافعي مخير وعند الشافعي مخير بين الصوم والإفطار والإمام أحمد يرى تفضيل الفطر واختار بعض الفقهاء أن الأيسر هو الأفضل قد يقول الواحد الأيسر هو الفطر لا بعض الناس الأيسر عليه هو الصوم لأنه ما يقدرش يصوم في غير الجماعة يعني في رمضان يصوم بكل سهولة لكن في أيام غير رمضان وين الناس تأكل وكذا وحده صايم يجيه ثقيل يعني ما يقدرش ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث انظر لما سأله حمزة بن عمرو الأسلمي قال أسرد الصوم أفأصوم في السفر قال انظر إلى أيهما أيسر عليك ففعله وهذا الذي تدل عليه الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والحاصل أن المسافر إذا أفطر جاز وإذا صام جاز وإذا كان يجد قوة على الصوم فالأحسن أن يصوم وإن كان يجد ضعف في الصوم فالأحسن أن يفطر فالأيسر عليه يفعله والمذهب يختار الصوم أفضل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.